My name is Jenny Higgins. I come from Ireland. I'm 29. I first came to Gaza exactly 1 year ago with the organization with which I work. And my hobby is also that I do circus. أنا محمد العجلة، عمري 21 سنة. طبعا بديت اللعبة تقريبا من سنة ونص. طبعا انتميت لهي اللعبة، أنا بلعب يعني كنت جمباز وشغلات زي هيك، فعرفت اللعبة هذا عن طريق يعني شباب من بيت لاهيا. يعني هاي اللعبة جديدة في غزة، طبعا الناس لما بتشوفها بتنبسط كثير انه فيها في لعبة في غزة مثل هيك واحنا ما بنعرف فيها، بنبسطوا كثير لانه هاي اللعبة جديدة في غزة وفيها متعة كثير يعني والناس بحبوها. Yeah, and he has to let it slide a little bit in it. Point those. Woo-hoo! They should be able to, yeah.